السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. راح أتكلم اليوم عن Personal Protective Equipment and Rehabilitation Center، الأدوات الوقائية اللي نستخدمها في مراكز الصحة التأهيل. أول شيء لما نروح إحنا عن مراكز التأهيل نبحث عنها كمعيار رقم واحد، هو إن إحنا نشوف السياسات وإجراءات مكتوبة للوقاية من العدوى باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية، بما في ذلك أنواع وطريقة الارتداء والنزع والتخلص منها. إذا إحنا كيف راح نتأكد من وجود سياسات وإجراءات مكتوبة بدليل إرشادي؟ إننا نروح ونسأل الممارسين عن مكان السياسة والاطلاع على الدليل، مراجع وتاريخ الاعتماد. مهم إنه يكون الدليل موقع معتمد من مدير المركز أو المدير الطبي، موجود عليه تاريخ. المعيار الثاني إن العاملين الصحيين بالمنشأة مدربون على الاختيار والاستخدام الصحيح لمستلزمات الوقاية الشخصية، اللي هو الارتداء والنزع والتخلص منها. إذا أنا مهم لما ألبس أي PPE أو Personal Protective Equipment، الأدوات الوقاية الشخصية، إن أنا أختار الأدوات الوقائية الشخصية بناء على السيرفيس اللي راح أقدمها للمريض. أنا إيش راح أقدم خدمة إلى المريض؟ مهم إن أنا ألبس بناء على تقديم الخدمة. السؤال عن الشهادات التدريبية، فأسألهم هل أنتم مدربين على استخدام أدوات الوقاية الشخصية؟ أسأل الممارس برضو إذا هو في ممارسين قدامي وقدامي في أدوات وقاية، أطلب منهم إنهم يجربون لبسها وأشوف خطوات الترتيب وطريقة اللبس وطريقة النزع. المعيار الثالث إنه تتوفر مستلزمات الوقاية الشخصية بأنواعها، تتوفر جميع الأنواع، الجلافز، الكمام، الجاونز، الفيس شيلد، جميع الأنواع تتوفر بالمستشفى أو المركز. فمهم أيضا أن مو بس تتوفر جميع الأنواع، مهم أنها تتوفر جميع الأنواع وبرضو المقاسات. فلازم أسأل الممارس عن أماكن المستلزمات وتوفرها في المكان الصحيح والكمية المناسبة وبعدة مقاسات. المعيار الرابع أنه نفس الإرشادات، طريقة لبس وخلع المستلزمات، مهم أنها تكون موجودة كبوستر. فتوفر لوحات إرشادية بكيفية لبس وخلع مستلزمات الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة، تكون كبوسترز واضح للعين، أني أنا أول ما أدخل العيادة ألقاه قدامي بشكل واضح بشكل كبير، أقدر أقرأ جميع الانستركشن والإرشادات وأطبقها بشكل جيد. مهم أن يكون فيها ريفرنس، مثال نفس الصورة اللي أنا حاطتها بالسلايد، الريفرنس تبعي هو CDC.